شفتي الحلقة بتاعت الفنان الكبير لطفي لبيب اه مع امبارح على نيهال قناة طايل على صدى صدى البلد؟ البلد، كانت رائعة كانت وهو رائعة. رائع وجميل والناس بتحبه جدا جدا جدا. زميلتنا الإعلامية نيهال طايل في برنامجها تفاصيل اللي بتقدمه على شاشة صدى البلد كان حوارها معاه الحقيقة جميل جدا، لمس قلوبنا كلنا من صدقه وجماله. الفنان لطفي لبيب كمان قليل الظهور جدا، ولما بيظهر طلته بيكون ليها مذاق خاص وحقيقي، روحه والرضا اللي عنده والحب والنزعة الروحانية اللي بيتكلم بيها طول الوقت بتخلينا نثمن جدا الوقت اللي بيظهر فيه على الشاشة في لقاءاته، وده طبعا إلى جانب الأعمال الرائعة اللي قدمها لنا على مدار يعني سنوات طويلة. صح دينا هو طبعا نجم كبير طبعا، وعظيم وطلع وإنسان مع جميل، يعني مع اهم أهم النجوم كانوا النجوم، بيحتضنوه دايما في الاعمال الهامه وأدواره لا يمكن تنسيها. طبعا. خلينا نقول ان الظهور على قد ما بجد ظهوره على الشاشه فرحنا، لكن برضو على قد ما بكانا، لان الفنان القدير لطفي لبيب زي ما تقولوا كده، واتمنى ان ما يصرش على ده، شبه اعلن اعتزاله على الهواء، وكمان عبر ان حالته الصحيه مش احسن حاجه، رغم ان هو حاول طبعا طول اللقاء ان هو يطمننا، لكن من الواضح ان هو بعافيه شويه. خلونا نشوف كده جزء من اللقاء ونرجع لحضراتكم من جديد، ومن هنا من صدى البلد برضو اللي هو اختار انه يظهر على شاشتها، من انا وهو وهي بنوجه له احلى تحيه، وربنا يديك الصحه وطوله العمر. نشوف الجزء ده. الأول أنا عايز أطمن المشاهد على صحتي، اتفضل، وعايز أبارك للشعب المصري بالأهلي والزمالك، مبروك علينا، الاتنين صعدوا والحمد الحمد لله، لله وخدوا ازدهار إفريقيا كروي رهيب، كونفدرالية وكل حاجة. انت اهلاوي ولا زملكاوي يا استاذ لطفي؟ صحتي. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي. اهلا بيك. انا صحتي كان جات لي جلطه في المخ في 2017، عطلت الايد دي والرجل دي، واصبحت بمشي بتسند على محمد اللي معايا، بتسند عليه وبمارس حياتي. فإنما أنا بطمن الناس إن أنا كده من 2017 لم يجد جديد خالص. المتسائلين دايما أنت هتعتزل، يعني ده أنتوا كلكم نظر، ده أنتوا كلكم نظر، يعني مين يجيب ممثل طاير نصه؟ ما ينفعش. فأنا قانع جدا بما أنا فيه، وراضي جدا جدا باللي كتبه لي ربنا، راضي بنسبة 100. فنان فنان، أحاسيس كده ومشاعر، والناس بتحبك استاذ لطفي مهما كنت، وربنا يديك الصحه يا رب وطوله العمر ان شاء الله، حتى تطلع تقول صح. جمله في فيلم، ده شرف للفيلم وشرف لصناع الفيلم ومتعه للجمهور والمتابعين والمشاهدين ان هم دايما يتابعوك في اعمالك، وربنا يديك الصحه يا رب. والحقيقه انه ممكن يكون بطل يعني تمثيل او توقف منذ فتره عن ان هو يتواجد على الساحه الفنيه، بس هو يعني أعماله ظهر لنا كل غير الاعمال. بصي بصي يعني قد ايه ملهم بالرضا بانه يعني متصالح مع اللي حصل، وشايف ان ده قضاء وقدر من ربنا وانا راضي وعايش، ويعني اصبح ملهم لكل الناس. ده حقيقة. الف سلامة عليه، ونتمنى ان هو يعني يا رب يطل علينا حتى دايما في لقاءات، ما يتأخرش عننا ابدا. احنا عندنا النهارده يوم حافل، عندنا نوم فقرات وصحيان وستات ودراما كل حاجه ورغي، كل الحاجات اللي بحبها. أيوة. حوشوها لي النهارده. هتلعبي النهارده؟ ايوه هتلعبي. نطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية.